السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول دلوقتي أنا حديث التخرج وبدور على شغل، مفيش في تدريب بس بمرتب لا يكاد يذكر لا شيء، مش هو ده المرتبات اللي احنا كنا بنحلم بيها، وحاسس المكتب بيستغلني، ف أروح ولا مروحش؟ طيب خلينا نحلل السؤال كده وهنطلع إن شاء الله بحاجة مفيدة للناس بإذن الله. طيب حديث التخرج يعني إيه؟ يعني واحد خلص كلية ولسه ما اشتغلش، مظبوط؟ ما قلتش حاجة، فسر الماء بعد جهد بالماء. طيب اللي انت خدته في الكلية مهم ولا مش مهم؟ مهم، ما اسمعش كلام حد يقول لك ارمي الكلام اللي انت خدته في الكلية ده ورا ظهرك، كل المعلومات اللي انت خدتها في الكلية هتستفاد منها بنسبة أو أخرى، هتستفاد من كل المعلومات ديت، تمام؟ فهي كلها مفيدة، بس سوق العمل محتاج معلومات إضافية، يعني محتاج اللي انت اتعلمته زائد حاجات أخرى، يعني كل يعني فرض اللي انت مهندس إنشائي كل الحاجات بتاعت الأحمال والتحليل والحاجات دي كلها تعرفها. سوق العمل محتاج بقى ان انت بقى تتدرب على خرج اللوحه ازاي، الشكل بتاع اللوحه، المعلومات بتاعه الموقع، هتلاقي فيه اختلافات كتير جدا، هتلاقي فيه حاجات مختلفه. طيب حل دوت لو انت لسه ما تخرجتش، ان انت اثناء فتره الاجازه تنزل تشتغل بايديك وتنزل موقع وتنزل مكتب والحاجات دي، تاخد خبره كويس. انا اعرف ناس كتير كده اتخرجت من اول يوم عنده فرصه ان هو يشتغل بمرتب كويس، تمام؟ واعرف صديق ليا كان ممتاز جدا في هندسه عين شمس قدرت، بس كان يعني طحن نفسه حاجات بره الكليه، والدكتور قال لهم هو ده صح، هو ده هيخرج. اه فاهم، لما بيقعد مع اي حد الراجل ده مش لسه متخرج، لا ده الراجل ده عنده خبره عمليه وراح اتدرب هنا وراح اتدرب هنا وراح اشتغل هنا، وبيدور على معلومات بره الشغل وبيشوف الشغل محتاج ايه وهكذا. طيب انا دلوقتي اتخرجت ومفيش تدريبات ومفيش اي حاجه خالص، وفي مكتب مديني فرصة للتدريب، انزل. ما هو البديل ان انت تنزل التدريب ايه؟ هل في شغل؟ لا مفيش، مفيش حد هيقول لك تعالى اشتغل وانت لسه ما عندكش الحاجة اللي تغري بيها، يعني لا، حط نفسك مكانه، انت صاحب مكتب وبتلاقي واحد ما اشتغلش واضطر ان انت تفضي له حد يعلمه مثلا حتى ساعة ساعتين كل يوم، فهتديله مرتب ليه؟ هو يعتبر عبء على المكتب في اول اسبوع بس بعد كده هيطلع شغل، تمام؟ فلا انزل، بديل ان انت تقعد في البيت. طب ولما تقعد في البيت هتكبر السي في بتاعك ازاي؟ هكبر الخبره بتاعتك ازاي؟ انت لو هتنزل وهتدفع فلوس انزل، المهم ان انت تكون بتستفاد، وبعد كده بعد سنه سنتين ثلاثه انت المكاتب هتجري وراك. اه الراجل ده خبره كام سنه، والراجل ده معروف، والراجل ده كويس، والراجل ده فاهم الشغل عامل ازاي، تمام؟ انا مش هقدر ادي امثله لان الميكانيكا يقول انت بتبقى امثله معماري وانشاء وحاجات زي كده، بس فعلا انت لما بتبقى قاعد قدام الورقه والقلم والمكتب ويعني في الدراسه مش متخيل حاجه عامله ازاي. لازم تنزل الموقع عشان تشوف، لازم تنزل الموقع وتحتك بالحاجه، لازم تشوف التصميم وتشوف الكومنتات اللي بتيجي. انت ممكن تكون عامل حاجه كويسه جدا بس تجيلك كومنتات تكتشف ان الكود بيقول ان ده ما ينفعش خالص وان ده مرفوض، فالشغل هيعلمك والشغل هيفيدك، وكلنا بدأنا كده. انا اول ما بدأت حصل ايه، واحد صاحبي يعني جاري شغال محاسب قال لي في فرصة في الشركة بتاعتي وكده بالواسطة، تمام؟ الواسطة مش غلط، الواسطة غلط لو انت خدت مكان حد تاني، انما اسمها علاقات، علاقات انت هتعرف حد وحد مثلا كويس قال الراجل ده نصف فيه تعالى، يعني انا اديك كورسات وحد حضر لي كورس وشاف ان انا شرح كويس وقال لي تعالى على الشركه، فده مش حرام. الحرام ان انا اخد حق حد بسبب ان انا اعرف علاقات او ان راجل بيستظرفني وحاجه زي كده. فالمهم رحت، الراجل قال لي احنا نظام الشركه عندنا اول 3 شهور من غير فلوس، ما دمت ما بتطلعناش انتاج. قلت له ماشي مفيش مشكله. قال له ما عندناش كمبيوتر ليك. قلت له حاضر بجيب الكمبيوتر بتاعي، وحصل فعلا تاني يوم جبت الكمبيوتر بتاعي وقعدت الحمد لله قعدت بالظبط 3 اسابيع والراجل اللي انا بطلع شغل، كنت بروح امسك الكتب واقعد اقرا وبتاع، فخلال 3 اسابيع رغم ان يعني اللي كان بيشرح كان قليل بس قدرت اكمله، فراح قال لا انا كده هصدمك لو انا ما اديتكش مرتب بس ما ادوش حد، ونزل لي مرتب. المرتب كان كام؟ كان مبلغ الكلام ده كان في 2015 كان 400 جنيه، تمام؟ يعني حاجه ما كانش بيكفي مواصلات وما كانش بيكفي اكل. انا فاكر في مره من المرات الاوفيس بوي بيقول احنا الناس هتجيب اكل وبتاع تجيب معاهم، انا كان كل اللي معايا 10 جنيه. الراجل بيقول لي كده، قلت له ماشي هات لي سندوتش معاك، ما اعرفش بقى ان المحل اتغالية، قال لي سندوتش ب 9 جنيه هيبقى جنيه، انا بالجنيه ده كان بيشيل النار. ففعلا في الاول كان
كان مفيش فلوس فعلا ان الواحد بياخدها، بس لازم تستحمل. مش بقول لك خلي الناس تستغلك، انت لما تاخد خبره انت خلاص هتبقى الناس هي اللي هتقول لك طب تعالى، والمرتب اللي انت عايزه تبدا تفاوض معاهم في مبالغ حلوه ان شاء الله. بس طول ما انت لسه ما خدتش خبره، يعني ايه الحاجه لازم يكون معاك حاجه تقول للناس الراجل ده ينفع اشتغل معاه، او الراجل ده كويس او كده. طب انت لسه ما اكتسبتش خبره، كم واحد خرج من الكليه بتاعتك بالالافات، فلا استحمل على نفسك شويه اثناء الدراسه، حاول تتدرب، حاول تدور على المعلومات، حاول تزود نفسك كم كل امرئ ما يحسن، تحاول تزود الحاجات اللي انت تعرفها. بعد ما اتخرجت ممكن تنزل تدريب شهر شهرين ثلاثه لحد ما تبقى كويس. لو المكتب انصفك واداك المرتب كويس كمل معاه، لو لقيت المكتب قالك لا ده انت ابن المكان وقعد قعدك فترة طويلة من غير ما يديك زيادة وبيدي ناس تانية، من حقك ان انت تروح اي مكتب تاني، وده حاجة سهلة. وده موجود في مصر، ان انت تسيب المكتب بره بيبقى صعب شوية على اساس موضوع الكفالة والحاجات دي كلها. فلو انت مسافر بره ولسه حاسس تخرج، اعمل حسابك ان انت بتاخد الخبرة اللي انت عايزها خلال مثلا سنة سنتين، وبعد كده تسيب المكان ده وتروح بلد تانية، ترجع بلدك وهكذا.